طيب تفضل تفضل. طيب طيب الفتوى نقول للشيخ الله يجزاه خير اول مسحه نعم على الخصين، يقول اول مسحه الخصين مدتها 24 ساعه، والشيخ يقوم الاول نقض الوضوء، ابغى توضيح في ذلك. طيب شكرا شكرا يا اخي. المسح اذا 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 لبست الخفين بعد كمال الطهاره ما يبدا المسح الا اذا انتقض الوضوء، فاذا انتقض الوضوء ثم فان المده تبدا الى 24 ساعه من وقت انتقاض الوضوء، 24 ساعه بدايه من انتقاض او من وقت انتقاض الوضوء، فاذا مضت انتهى وقت المسح تخلعهما. نعم.